أهلا وسهلا بكم. هذا اللايف المباشر عبر الفيسبوك اللي نخصه الليلة لمحاولة تحليل بيان الخارجية المغربية الذي يدين العدوان الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على سوريا، وعلق ذلك بما يحدث أو الطريقة التي يتعامل بها المغرب مع مأساة الشعب الصحراوي أو قضية الصحراء الغربية. كما تلاحظون أنه حينما الآن سير ودي تلعب يلا، فالآن كيف ما لاحظت على أنه كل ما تحدثنا عن موضوع الصحراء الغربية إلا وتنشط آلة التهديد وآلة السب وآلة الشتم وتستنفر كل المنافذ الإعلامية من أجل محاولة فني أي شخص يقترب من هذا الموضوع أو يوضح خبايا هذا الملف، لأن المغرب ينزعج، المغرب الرسمي أتحدث، منزعج جدا من أي شخص ممكن على أنه يوعي الشعب المغربي حول هذا الملف، وهذه مهمتنا وسنقوم بها مهما سبيتوا مهما اشتمتوا ومهما سخرتم كل آلاتكم الإعلامية، ولكن بقدر ما تعطونا أو بقدر ما تهاجمونا بقدر ما نلقاو هذه المادة الإعلامية اللي نحل من خلالها خطابكم. المهم لهنا نناقشوا في الجزء الأول بيان الخارجية المغربية، يقول بأنه أدانت الخارجية المغربية الهجوم الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا مشددة على ضرورة وجوب إيجاد حل سلمي أو سياسي للنزاع السوري بعيدا عن الخيارات العسكرية. هون نقول المغرب إذا كنت مؤمن بأن الخيارات العسكرية لا فائدة منها أو ما تفضلها، لماذا الآن تهدد بالخيار العسكري ضد الشعب الصحراوي اللي سلبته أرضه واللي عيشته في أرض اللجوء لمدة أكثر من 43 سنة؟ لماذا هذا الحس الإنساني الرهيف موجود عندك فقط فيما يتعلق بالقضايا العربية أو في قضايا بعيدة منك، ولكن لا يوجد عندك إزاء مئات الآلاف من الصحراويين اللي يعانوا في مخيمات اللجوء؟ هذه إنسانيتك أنت تحظى فقط حينما يكون الموضوع هو سوريا والله العراق والله دول بعيدة منك، ولكن حينما يتعلق بشعب أنت اللي تسببت له في اللجوء وتسببت لأجيال كثيرة من الضياع لمدة عقود، واللي تسببت في سجناء وتسببت في وفيات وتسببت في مأساة وتسببت في سلب حقوقهم وثرواتهم لمدة أكثر من 43 سنة، ما يحضر عندك الجانب الإنساني وما عندك الجانب الإنساني، وممكن على أنك تستعمل كيف قلت طلعتين جويتين وتمحيهم وتجند الآن وتدفع بآلياتك العسكرية إلى الصحراء وطالس أبواقك في كل مكان بالتهديد بالخيار العسكري وتهدد الأمم المتحدة وتجيش بيان العيون وغير بيان العيون وتلوح بالعصا اللي هي الخيار العسكري، ولكن منين يعود الأمر متعلق بسوريا ولا بالعراق ولا بدولة عربية أخرى الحل السلمي وتستنكر الخيار العسكري وابدأ به أنت، أبدأ به تجاه هذا الشعب الصحراوي الذي شردته أنت أكثر من 43 سنة.
واللي لا زلت إلى حدود الآن تمنعه من حقه، حقه الإنساني في أن يستقل في أن يؤسس دولة مستقلة في الصحراء الغربية. المهم، قالت الخارجية المغربية من إبداعاتها اللغوية إن تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية بما فيها الضربات الجوية سواء المبررة أو المحدودة لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية. يا سلام يا سلام، الحلول السياسية والسلمية عندكم الآن مطلوبة فيما يتعلق بالملف السوري، لكنها ليست مطلوبة فيما يتعلق بالصحراء الغربية وتعميق معاناة ضحايا المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب. وهذو الناس اللي في المخيمات اللي حرمتهم، سير أودي تلعب، سير تلعب، فهذو هذو الصحراويين اللي حرمتهم الآن، والله حرمتهم أكثر من 4 عقود من حقهم في الاختيار ومن حقهم بأنهم يعيشوا كيف ما يعيش هذا البشر كامل في العالم، وحرمتهم حتى من التنقل في الطائرات الجزائرية، وجنت كل أبوابك للحديث عن طائرة عسكرية تحمل مدنيين صحراويين وما نعرفاش، وعسكر صحراوي، والجزائر فضحها الله، وكأنك جبت شيء إنجاز ما أتى به حد من قبلك، وكأنك اكتشفت سر كان خافي حتى عن أجهزتك الاستخباراتية. الجزائر يعني ما هي خافية مساندتها للصحراويين، ولو كان ما لو كانت ما هي الجزائر، لو كانت ما هي الجزائر، الصحراويين ما يجبروا حتى منين يستظلوا لين يسترجعوا أرضهم، ولو كان ما هي مستشفيات الجزائر ما يتعالجوا الصحراويين اللاجئين في المخيمات، ولو كانت ما هي المدارس الجزائرية ما تمدرسوا الأطفال الصحراويين اللي الآن الجيل الآن الجيل اللي يحمل المشعل في الجانب الدبلوماسي والله في والله الثقافي والله الغنائي، درسوا في مدارس جزائرية، ولو كانت ما هي الجامعات الجزائرية ما كانوا الصحراويين اليوم واقفين لك هون ومخلينك تخبط يمين ويسار ماك عارف شلي تعدل. لو كان ما هي الجامعات الجزائرية والمدارس الجزائرية، ولو كان ما هي مستشفيات الجزائر، ولو كان ما هو النقل المدني ولا العسكري الجزائري، ولو كان ما هي المساندة الجزائرية، لكانوا الصحراويين اليوم تتشفى فيهم. إذن أنك تستحضر الجانب الإنساني فقط مع سوريا وتنساه مع هذو الصحراويين، وتنساه مع هؤلاء الصحراويين المشتتين في المخيمات منذ سير ودي تلعب يلا سير، يعني الآن الصحراويين اللي يتنقلوا في الطائرات الجزائرية بالنسبة لك أنت إنجاز وحدث ممكن على أنك تجيش له كل هذه الآليات الإعلامية عندك المتهالكة اللي ما عارف حتى تكون جملتين. هذا أمر يعني بالنسبة لك أنت جديد وإنجاز واستكشاف. لو أنه الجزائر ما ساندت الصحراويين لكنت اليوم تضحك فيهم أنت، ولكنت اليوم ترغمهم على خيارات هي بالنسبة لك خيارات مربحة، لأنك لما قد خممت في الصحراويين وما يهمك الصحراويين وحقرت الصحراويين وما سي عنهم لا شيء من السراح وما سي عنهم لا شيء من البدو اللي ما يعرفوا عدل شيء وما سي عنهم لا شيء، ولكن الصحراويين وقفوا لك هون هون ما قديت تقضضهم بالماء ولا قديت ملي تدفلهم.
الصحراويين حق 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 اللي ظهروا لك وجهك في المراية. ولو تستعمل التهديد، ولو تجيش كل هذه الأبواق الإعلامية باش نسكتو باش ما نظهروا لك وجهك في المراية، رانك واهم. ف البيان الخارجية المكتوب بلغة العاطفة والإنسانية، وكأن يعني النظام السياسي المغربي نظام وديع وإنساني ويفكر في الإنسان ويهم الإنسان. لو كان يهمك الإنسان رانك ما عدلت اللي عدلت في أهل الريف العام، وعدلت لهم وعدلت نفس اللي عدلت لأهل الريف عدلت الصحراويين سابقهم. لو كان فيك إنسانية لو وزعت الثروات بالتساوي على المواطنين المغاربة، لو كان فيك الجانب الإنساني لا زجيت بالوزراء والمدراء العامين الفاسدين ومدراء المؤسسات العمومية الفاسدين لما زجيت بهم في السجن. لو كان فيك الجانب الإنساني، لو كان فيك الجانب الإنساني لاستجبت لمطالب الناس بدل أنك تستعرض عضلاتك العسكرية وتستعرض آلة القمع واللي يتكلم واللي فضح فسادك ترسله للسجن، لدرجة أنه عاد يضرب بكم المثل عبر العالم في الاغتصاب وفي التعذيب وفي وسائل الإذلال اللي تمارسوها على الأحرار في السجون. يعني بدل أنكم تعودوا مثال ونظام ديمقراطي مثال لا في المغرب العربي أو في غير المغرب العربي أو حتى في الدول العربية، أصبحتم المثال الأسوأ، أصبحتم المثال الأسوأ من كل هذه الأنظمة اللي فاتت. مازال تونس راهي على 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 ما تعيش عليه، على الأقل ظهر اتجاهها شنو. ليبيا كذلك، يعني حتى على ما ظهر فيها من صراعات قبلية ولا صراعات إقليمية، ولكن على الأقل عارف ليبيا إيش فيها. أما المغرب في المراوغات، وفي كل مرة منين تشتد العقدة يتم الكذب وإلهاء الناس وإلهاء الشعب المغربي بمسرحيات الدستور وغير الدستور، وتنفرج عندكم الأوضاع وترجعوا أيضا لساديتكم تجاه الشعب المغربي. وترجعوا كذلك يعني للزج بالأحرار في السجون واستعراض عضلاتكم على البسطاء، بينما في الحقيقة تدل على أنكم ما يهمكم هذاك الإنسان، وما يهم حتى هذا الموقف الآن اللي أصدرتوه في هذا البيان حول سوريا. لا تهمكم سوريا ولا يهمكم الإنسان في سوريا، ولكن جيتوا باش توجهوا لي رسالة لي الولايات المتحدة الأمريكية. وهل يقد المغرب على الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل يقد المغرب على نظام ترامب؟ وهل يقد المغرب على قرارات ترامب؟ فإذا كانت فيكم إنسانية، إذا كان هذا النظام إنساني ويفكر في الإنسان ويهمه الإنسان العربي، ففكروا في هذه اللاجئين اللي في مخيمات تندوف، والذين لا يريدون منكم صدقة ولا يريدون منكم على أنكم تعطوهم شيء من عندكم ولا شيء من جيبكم، بغاوكم فقط تعطوهم حقهم في تقرير المصير وفي إنشاء دولة صحراوية مستقلة يسيروها هما بأنفسهم. فالكذب بالإنسان والإنسانية وأنكم تهمكم سوريا، هذاك ما تلا يفيدكم شيء.
وبياناتكم لا تساوي شيئا عند الدول العظمى. الناس دروا بيان ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولكن الحقيقة اللي خاصكم تعرفوا فيما يتعلق بالصحراويين، هذوك الصحراوي اللي حقرتوهم، هذوك الصحراوي اللي مازلتوا تحقروا، وهذوك الصحراوي اللي مازلتوا تحاولوا تراوغوهم ببيانات العيون وبالمسرحيات السياسية اللي تجيبوا، وبوفودكم اللي يكذبوا على العالم في جنيف وفي غير جنيف، فهذه المسرحية لابد لها أن تنتهي. وتنتهي بماذا؟ تنتهي بأن ينال الإنسان الصحراوي كامل حقوقه في أرضه وفي إطار دولة صحراوية مستقلة. وهذا اللي بغيتوا تسمعوا هو اسمعوا، وجندوا ملي كذلك اللي بغيتوا، جندوا اللي بغيتوا من هذوك البؤساء اللي تخلصوهم بليزونفلوب المرتزقة الحقيقيين باش يدافعوا عنكم، وباش يسبوا وباش يشتموا وباش يعدلوا البرامج الإذاعية ويتكلموا عن الخبز اليابس. قال لك المقاومين كانوا يأكلوا الخبز اليابس. وإلا كانوا المقاومين يأكلوا الخبز اليابس، هذا الخبز اليابس ما يأكلوا هذوك المعينين بظاهر ملكي، ما هذوك يأكلوا الكروفيت والكافيار ويسكنوا في أفخم الفيلل. هذوك ما يأكلوا الخبز اليابس، هذوك المعينين بظهائر ملكي ما ياكلوا الخبز اليابس. الخبز اليابس ناكلو غير انا وانت واحد ثاني ما عنده مو في المعروف، احنا ناكلوا الخبز اليابس. يعني لغة تبخيس حقوق الناس وتبخيس معاناة الناس من أجل خدمة أسيادكم الذين يعني يتبوردوا عليكم، يسرقوا أموالكم في كل يوم ويلعبوا ضاما من بيناتهم، جيب هذا أنت، شوف حيد أنت من الأمانة العامة للحزب الفلاني، فهمتوا، خلي هذه الأمانة العامة للحزب الفلاني يطلع يقعد فيها واحد شخص ثاني، وانت سير قعد واحد شويه، راه ان شاء الله غادي ندبروا لك واحد البوست، ولكن ما تقعد مستعجل، راه ان شاء الله غادي ندبروا لك البوست كيف ما الان يحضر لما يجري في الباترونا. هات هيك الكارطه بين المسؤولين، هات هيك الكارطه، ما قدت حتى يعني تعطي للنخبة تصور عام عما يجري حولها. ما زال تجبر واحدين يعتقدوا نفسهم على أنهم يمارسون دور في المجتمع وعلى أنهم عندهم دور في تنوير الرأي العام، وما زال خافي عنهم كل ما يحيط بهم، فما بالك بالإنسان البسيط اللي في القرية اللي ما تلحقوا لا التلفازة ولا الإذاعة ولا الفيسبوك ولا آليات التواصل. فنجونا نتكلموا عن الخبز اليابس، انت لا تقبل الخبز اليابس، توكل الخبز اليابس، وجدودك ياكلوا خبز اليابس. احنا لا نتكلم عن الخبز، نتكلم عن الافكار وعن الكرامة وعن المبادئ. ولا انت مرتزق، ولا انت مرتزق، وانا ما انتهمك، ولكن انت الان تقوم بدور المرتزق اللي قلت على انه صحافي بين قوسين. حنا سيدي خلينا لك الصحافه، غير عود انت صحافي، عود انت سلطه رابعه، وقول الحق، لكن انت في دوله الحق والقانون. وقلنا شكون اللي هرب الاموال من المغرب الى بنما والى سويسرا، ياك انت الان في المغرب وهذيك دوله الحق والقانون كيف قلت، وانت صحفي، ما كيفنا احنا اللي احنا بين قوسين، احنا غير احنا
احنا ما تعتبرنا كاع صحافه، احنا ما نعرف والو. ياك انت صحفي ولا عاد صحفي، قولنا شكون اللي هرب الاموال من المغرب الى بنما والى سويسرا؟ يلا قولنا شكون اللي هرب. ياك انت في دولة الحق والقانون وانت هو الصحفي، وقولنا شكون هذا اللي يخلي المستشفيات المغربية ويخلي هذوك حاشا انهم يكونوا مستشفيات ويمشي يتعالج في فرنسا. يلا قولنا شكون هو. يلا ياك انت هو الصحفي. انا ماني صحفي، انا غير صحفي بين قوسين. انت هو الصحفي، هو قولنا شكون هو اللي يخلي هذوك الكوارث ديال المستشفيات في المغرب ويمشي يتعالج في فرنسا. وقولنا السي الصحافي شكون هما هذيك العصابه اللي حاكمه المغرب واللي تدور بينها المناصب. عود انت وزير الماليه، المره الجايه انت عود انت ما نعرف شنو هو، انت دخل هذاك المنصب، انت هذاك عطيه لولدك، هذاك عطيه لختو، هذاك عطيه لخالو. يلا انت سيدي الصحافي قولنا شكون هذو الناس. ياك انت في دوله الحق والقانون، احنا ماشي صحفي، احنا بزاف علينا نكونوا صحفي. انت اللي صحفي يا سيدي، اللي بدل على انك تدافع عن البسطاء وجاي تتكلم عني انا. نساو مش نساو، مش نساو، انا ما نساو. ولكن انت مرتزق، انا بزاف عليك نكون مرتزق بزاف عليك نكون مرتزق، وبزاف عليك نكون خائن، لأنك ما عطيتني والو باش نكون خائن، ما عطيتني أمانة باش تقول بأنني خائن. ف اش واحدين قالك ما عندك مشكلة مع الإذاعة؟ أنا ما عنديش مشكلة مع الإذاعة. الإذاعة تابعة للدولة المغربية، وراتبي قطع من الدولة المغربية، وطردي تم من الدولة المغربية، والتشهير بي من طرف الدولة المغربية، وحرماني من حقوقي مدة 5 سنوات من الدولة المغربية، وإعطاء تعليمات إلى القضاء المغربي بعدم تمكيني من حقوقي من الدولة المغربية، واعتقالي في 2016 من الدولة المغربية، وتكسير سيارتي في 2016 في أكادير من الدولة المغربية، وحماية حميد أمومن وعصابته اللي نصبت واحتالت باسم الملك من الدولة المغربية، والأشخاص اللي سهروا على إدارة ملفي، لأنه إذا كان ملفي بسيط كيف تقولوا وتكلموا عن وظيفة، لو كان ملفي بسيط لا حل في وقته، لكن لأنه ملف كبير ولأن الجهات اللي قابضة الملف جهات كبيرة كبيرة والله سبحانه وتعالى، ولأن الملف فيه صحراوي وما فيه فاسي ولا مراكشي ولا واحد من عائلة الفاسي الفهري ولا غير الفاسي الفهري، فذاك الصحراوي كيف حقرنا ذوك الصحراويين اللي في المخيمات واللي مازالوا أكثر من 40 سنة هما في المخيمات محقورين بين قوسين من طرف الدولة المغربية أو شاك عن المغرب على أنه حاقرهم، راه نفس إدارة هذاك الملف الجماعي، هو نفس إدارة ملفي منذ 2013. لذلك ما يقد واحد يتكلم ويقول أنت عندك خلاف مع مدير الإذاعة، لأنني مدير الإذاعة معين بظهير ملكي، معينه هذاك اللي يسرق أموالك أنت ويديهم الى بنما ويديهم الى سويسرا. انت لما عندك الجرأة تقولها، انا راي عندي جرأة نقولها، ولا اخاف الا من الله سبحانه وتعالى، وماني خايف لا منك انت ولا من برامجك ولا سمو والله يجعلك تدير حلقة كل نهار. انت هو الصحفي يا سيدي، احنا غار دربازة خلينا لك الصحافة. اذا كانت الصحافة هي هذيك على انك تخلي بدل تكون على صوت الشعب وتنقل هموم الشعب المغربي وجاي تدافع على 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 اسيادك
لانهم اصحاب هذيك الاذاعه ولا اصحاب مدير هذيك الاذاعه. خلينا لك يا سيدي الصحافه، غير عود انت صحفي. ولكن منين قبلت على انك تكون صحفي حقيقي، قلنا من يهرب الاموال من المغرب الى بنما والى سويسرا، وكل ذوك الاشخاص اللي معاه اللي شافوه يسرق وعادوا حتى هما شفاره معاه، اعطينا لائحتهم وقول بانك انت فعلا صحفي. وتسخر ابواقك اللي الفاشل وغير. وفين ما واحد ما عند باباه تصيله جاي قال لك يدافع عن المغرب. وتعتقدون بأننا لا نخافوا الاخبار لا الخير ان شاء الله، الاخبار الخير ان شاء الله. فكيف قلنا على انه احنا ما يهمنا اللي بغى يسب ويشتم، يسب فقط نفسه ويشتم نفسه، واللي بغى يفهم الحقيقة يفهمها، واللي ما بغى يفهمها الله لا يجعله يفهمها. لكن أي شخص يحمل مهمة معينة من طرف الدولة المغربية من أجل مهاجمتنا، لا ينعت الوجه في المراية بالحقائق ما هو بالكذب، لأنه هو جاي يدافع على الكذب، ولكن حنا نقولوا الحق باش حتى كيف ما هو نقل هذه الرسالة إلى العموم، فنعطوه كذلك الجواب، نوفر عليه الوقت ونعدلو حتى حنا الشهرة. حسابي مفتوح لك، أنشر فيه ما بغيت. ولا تعتقد على أنه فيديو والله فيديوهات والله سب والله شتم لا يأثر في 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 القضية. أنا لا أبتز ولا وما كتسجل عليا التاريخ نبتز، وماني مرتزق وحاشا نكون مرتزق، ولكن كنت مرتزق راني مزلت في بلاصتي. لكن الحمد لله اشرف منك واشرف من هذوك اللي خدام انت عندهم، واشرف من هذوك اللي خدام عندهم مديرك انت باش يقوم بهذا الدور الوسخ. ف ما عندك مشكل. ف بغينا فقط باش نرجعوا في نهايه هذا الفيديو باش ناكدوا على معطى اساسي اللي هو عنوان الفيديو. اذا كان المغرب تهمه سوريا ويهمه اهل سوريا والمدنيين اللي في سوريين ويهمه الخيار السياسي، فعليه لا يستعرض عضلاته الإعلامية الكلامية اللسانية العسكرية على الصحراويين، ويعرف عن الصحراويين إلى جاهم الحرب والله يظن يعيش أسوأ مما عاشه في حرب الصحراء. يا غير إلا بغى يكذب على المغاربة بـ 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 بالحرب وطلعتين جويتين وما نعرفاش، يكذب لا يتم يكذب اليوم وغدا وبغدا والسيمانة الجاية. لكن الحقيقة على أنه المغرب إذا دخل حرب الصحراء هذه المرة والله يظن يشوف وجهه في المراية، ولا يعرف فعلا على الصحراويين كيف ما كانوا ذيك الساعة ناس مخلصين لمبدأهم أشداء في المعركة ثابتين على مواقفهم، راهو يجبرهم اليوم بنفس المعنويات وأكثر. لا تكرر حماقتك. والجزائر ما يخافية تعاطفه مع الصحراويين، ولا يخاف يا مساندة الصحراويين، ولا يخاف يا على انها واضعة مستشفياتها وجامعاتها ومدارسها وطائراتها وكل شيء للصحراويين. لكن لان الصحراويين ما جبروا فيك خير، لانك خيمك صيفة، ولانك سريريك، ولانك شفاع، ولانك جشع، ولانك حقا، ولأنك
تقمع، ولأنك لا تريد صوت الحق، ولأنك لا ترضى بأن يكون واحد أحسن منك. هذوك السراح اللي تقول عنهم كانوا سراح ولا صحراويين والله في الخيام والله ما يعرفوا شيء، ولكن على الأقل قبضوك 43 عام وهما يمخذوك، ومزلت متخذ لذلك الساعة، تمتخذ بالسلاح وضرك، تمتخذ في المنتديات الدولية، وتمتخذ بالدبلوماسية، ومزلت لا يتمتخذ، يعني انت مرق منك الزبدة. فكفاك من استعراض العضلات، وقعد للتراب ومس التراب كيف نقولوا احنا بالحسانية، وعرف اشتعدل، وخليك من التبعريص، ولا عاد يسالك حد حقوق واعطيهم له، ولا تستعرض عضلاتك بهذو الجبناء، راهم جبناء ما يخلعوا حد، وراهم ما يخلعوا الشجعان، وراهم ما قد خوفنا حد، وراهم ما قد خلعنا حد، وراهم ما قد طلوا حد ذراعنا. بلا لا نحشموا منك شك عن احنا خوافين طالس. هذا في مكان واحد ما عند بابا حتى تصيلة جاي يتكلم عن السيادة، الصحافة مات الصحافة. يا سيدي غار عود انت الصحافة، غار اربح انت بهذه الصحافة. اذا كانت هذه الصحافة بئس الصحافة. ف يخلصوني الملاير، الجزائر تخلصني الملاير يا بصحتي، يا شنو المشكلة عندك انت؟ فنأكد مرة ثانية على أن الصحراويين راهم دائما مستعدين للدفاع عن أرضهم وعن حلمهم في إنشاء دولة صحراوية إلى النهاية. تطيح الطيارة والله ما تطيح الطيارة، والله يتوفاوا الرموز، والله ما يتوفاوا الرموز، راهي الأجيال اللي تستمر، والمشعل اللي تم محمول، وإن شاء الله لا بد من الاستقلال ولا بد من الانتصار، ويعرف ولا يعرف العدو، ولا يعرف العدو على انه ما هو واقف على شيء، وعلى انه اوهن من بيت العنكبوت. هو سمعت ذا والله ما سمعته، الى ما سمعته شوف مع هذوك المرتزقه اللي عندك يترجموا لك. فتحياتي مره ثانيه، ان شاء الله في فيديو اخر مع وقائع جديده، وتحياتي لكم، وان شاء الله نحيي كل الاخوه، ونحييكم ملي حتى دوك اللي يسبوا نحييهم ملي حتى هما، نعرف عنه فعلا وقع ذا الكلام متين عليكم، ولكن ما عندك مشكله. تحياتي لكم، والنصر ان شاء الله الرحمن الرحيم.